لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. والعسكر لازم يخلوا الرئيس يخدم، العسكر يبتعدوا عن السياسة، شنقريحة يبقى يمارس مهامه كرئيس للأركان. رئيس الأركان رانا أبناء المؤسسة العسكرية نعرفوا دورها وش هي، ما تجي تتمهبل علينا وتظهر روحك وفي التلفزيونات والنشرات وتقول راني رئيس أركان. الشيء اللي تدير فيه هذا ما هو نتاع رئيس أركان، نتاع وزير دفاع، نتاع الحاكم الفعلي للبلاد. إذا كان أنت تشوف فيه طبيعي، الدول الأخرى ماهيش الناس اللي تراقب في الأحداث ما همش أغبياء. إذا كان تستطيع تفوتها على عموم الجزائريين، هناك مؤسسات على بالها باللي راي الأمور ليست على ما يرام. خليك في دورك، أنا ما نجيت نازعك في دورك، خليك في دورك كرئيس الأركان. الجيش مقبل على تحديات، فكروا في احترافية الجيش، تفكروا في ترقية مستوى المؤسسة العسكرية وفي كثير من الأمور. نعرف نقائص المؤسسة العسكرية من داخلها، رانا كنا أولادها، راني كنت ضابط في المؤسسة العسكرية، راني كنت ندرس للعسكريين، راني كنت نكتب في مجلة الجيش، راني كنت نشارك في ندوات تتعلق باحترافية الجيش وتطوير الجيش. نعرف العيوب، ولكن هذه العيوب لا نتحدث فيها أمام الناس. تبقى ما دمنا خرجنا من المؤسسة العسكرية نقول لكم أصلحوا المؤسسة العسكرية، أنتم تعلمون ونحن نعلم ما فيها من عيوب. أما ولكن السياسة اتركوا، إذا دخلتونا في لعبة السياسة، العسكري إذا دخل في لعبة السياسة راح يبدأ يفقد قدسته لدى الجزائريين، لأنه راح يكون محل نقد. العسكري محل احترام، محل تقدير، لأنه رجل معرض نفسه للموت، معرض نفسه للدفاع عن البلد. فيهم عسكريين راهم يحموا في الحدود في أماكن يعلم بها غير ربي سبحانه، خلوهم محل تقدير واحترام. ما تنجسوا المؤسسة العسكرية بالدخول في لعبة قذرة. لو دخلتم في لعبة على الأقل نظيفة، معليش، لعبة سياسية قذرة جدا في الجزائر، وما يحدث الآن يدل على أنها بلغت من القذارة ما لا يمكن تصوره. اسمعونا، ما تحاولوا أيها الجزائريون، ونحن ننصح، نحن نرى الخير، نريد الخير للبلاد. ما تصدقوا بأنه أعداء وكذا وكذا من هذه الجيوش الإلكترونية اللي صنعوها في بعض المناطق هم على بالهم بيهم، ويحبوا يشوهوا الناس، يحبوا يشوهوا الصادقين اللي يحبوا الخير للبلاد. ستدفعون أنتم الثمن. أنا كي تجي تقول علي راني عامل وراني خائن وراني كذا وكذا، قول على روح. لكن إذا غرقت البلاد تغرق بك أنت مش بينا. أنا راني عايش في الخارج، أنا أولادي راهم في الخارج، مستقبل أسرتي بنيته في الخارج. وكي ننصحوكم الهي لأنه عندنا أهلنا وعندنا أحبابنا وعندنا شعبنا وعندنا خوتنا حابين ليهم الخير. أعطونا برنامج. ما هو برنامج الرئيس عبد المجيد تبون يا جماعة؟ رجعت في الفترة السابقة، رجعت الحملة الانتخابية، هو ما دارش حملة كبيرة في الظروف اللي شفتوها. أكنش ما نلقى برنامج، ما لقيتش برنامج سوى تعديل الدستور. ما كانش برنامج، ولكن علو ترجع إلى القايد صالح تحس باللي راهو كان برنامج. لذلك أنا كشفت ماذا دار بين القايد صالح وتبون قبل أداء القسم، وكانت هناك رؤية استراتيجية، ولكن منهج. أعطينا برنامج أيها الرئيس. بوتفليقة حكم 20 سنة ما عندوش برنامج على فكرة، وكنتم في ذلك الوقت، في ذلك الوقت كنت نكتب ضد بوتفليقة، وكانت واحدة الجريدة ساخرة نكتب فيها اسمها كرنفال، وعدة صحف كنت نكتب فيها، وكنت نقول له باللي راهو رئيس جاي بلا برنامج، برنامجه الوحيد هو تهديم الجزائر، كهو كان آخر هدية مسمومة من طرف ضباط فرنسا لحكم الجزائر وتدميرها. هذا وش كنت نقول له، ولكن برنامج، أين برنامج الرئيس تبون؟ أعطينا، أنشر لنا برنامجك أيها الرئيس، دير لنا كتاب فيه برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلي نناقشوه كمحللين، خلي نناقشوه كمثقفين. ما كانش، كلها شعارات وكلها كلام في كلام، نعدل الدستور، حتى بوتفليقة عدل الدستور، ندير انتخابات برلمانية، حتى بوتفليقة دار انتخابات برلمانية، لكن مشروع اقتصادي واجتماعي وسياسي، مشروع استراتيجي، مشروع واضح بين المعالم، وين هو؟ هذا وين تلقاه؟ لما تلقى رئيس الجمهورية من خارج من حزب سياسي عنده برنامج
خاض غمار الانتخابات وصل المرشح نتاعو للسلطه، الرئيس ينفذ برنامج الحزب، وهذا شفناه في كثير من الدول. رئيس الجمهوريه ليس عيبا انك عندما تترشح تجيب الرجال نتاعك، وين هم الرجال اللي وقفوا مع ابو مع تبون في حملته الانتخابيه؟ العقاب طردوه بواحد الطريقه مذله، وكان هو مدير الاعلام في الحمله الانتخابيه، وغيره وغيره وغيره، وين هما؟ ما هو الغطاء السياسي للرئيس تبون؟ هيا اعطوني الغطاء السياسي. جبهه التحرير راهو حزب تطبيق، لارندي راهو حزب تطبيق، يطبلوا الرئيس اللي جاي، راهم ذرك يتكلموا على العصابه، وكانوا بالامس نفس الاشخاص كان يحلم يسلم على السعيد بوتفليقه. نفس الاشخاص الان راهم على تبون غدوه يرحل تبون، صدقوني واذكروا كلامي جيدا، اذا كنت حي راح نذكركم به ونحوس لكم على هذا المقام، واذا مت حوسوا عليه ايها الجزائريين. هذا من الناس الان اللي يسبحوا بحمد تبون هم نفس الناس اللي يمضغوا لحمه. لكن عندما يكون الرئيس صاحب مشروع يضع لبنات اساسيه في بناء الدوله، ما يقدرش واحد حتى كي يرحل ما يقدرش واحد يتجرأ عليه. ما يقدرش حتى واحد يتجرأ عليه ويمسه لانه عنده برنامج سياسي اسي بدا فيه وضع لبنات. انا ما نقولكش ايها الرئيس تبون ادخل الجزائر الى الجنه. انا اقول لك ضع لها اللبنات. مسؤوليه التغيير في الجزائر تحتاج الى وقت، تحتاج الى سياسه رشيده، سياسه اقتصاديه هكذا وهكذا وهكذا. هذا ما نريد، عندنا البترول، عندنا الغاز، عندنا الاراضي الفلاحيه، عندنا تنشيط الفلاحه في الجزائر، عندنا اراضي خصبه يمكن ان تغنينا عن استيراد القمح والبطاطا. وصلنا في واحد الوقت بوتفليقه استقبلنا استوردنا عفوا بطاطا اللي تطعم للخنازير اكرمكم الله في كندا، واللي يدوا في القروض من البنوك يجيب لك ينفخ لك العجلات نتاع الروض نتاع الطوموبيلات ويقول لك رانا استوردنا مصنع، يجي الوزير الاول قاعد لك في صوره كما في مصر. صارت الجزائريين يحتفلوا ببطاقه التعريف بيومتريه، وزير التجاره يجي يوقف كيما يصوروا فيه يخلص لاكارت بونكير قضاء ويعتبره لنا حدث. والله عيب في هذا الزمن الان. الناس راهي تخلص بالبورتابل، في دول اللي راه من الرصيد نتاعو يدخل يقضي يخرج وحدها تقص له من البورتابل ما يفوتش حتى على لاكاس. الناس تطورت، الناس تبحث، التكنولوجيا وين وصلت، الانترنت وين وصلت، الامور وين وصلت في كل شيء. نحن ما زلنا نشتر، ما زلنا امه الاستهلاك. ما الذي تصدره الجزائر الى الخارج خلاف النفط والغاز؟ ما كانش. حتى التمر ناكل في تمر نتاع الجزائر عندها البايت نلقاها يسرقوا فيها ويجيبوا فيها من تونس ومن غيرها على اساس انها تونسيه وهي جزائر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.